فرسان الإسلام قناة رائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في رحلة الإسراء والمعراج رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى عليه السلام ووصفه في أحاديث. من الآيات التي حدثت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رؤية الأنبياء والحديث معهم، ومن هؤلاء الأنبياء كان للنبي صلى الله عليه وسلم لقاء مع سيدنا موسى عليه السلام. ولقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكل سيدنا موسى عليه السلام، وهو وصف مهم لأنه يساعد في تكوين صورة ذهنية تفيد في متابعة القصص الكثير الذي جاء في القرآن الكريم عن سيدنا موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية: لقيت موسى قال فنعدته، أي وصفته، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. مضطرب أي الخفيف اللحم الممشوق، ورجل الرأس أي شعره ليس شديد الجعودة ولا شديد النعومة بل بينهما. وشنوءة قبيلة عربية معروفة لهم هذا الشكل الذي وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أخرى: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة. والرجل الآدم هو شديد السمرة، والطوال أي الطويل، والجعد إما صفة لشعره عليه السلام ومعناها أنه شعر فيه التواء، وإما صفة للجسم أي أنه قليل اللحم. ولا شك أن هذه الصفات هي صفات قوة وبأس، ويكفي أن الله تعالى قد وصفه بالقوة، فقال كما جاء على لسان ابنة الشيخ الكبير: إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم.